لايك استوديو. عشت علي بايدي فيك وروحي كانت على كفي على كنت على نفسي مبدي ومشيك وبنية صافي يلا عادي وزي بعض وبشانه بقالك ندال برضو بشان خلفاله القلوب ما تبستقال الدونسي اللي كان عامل حبيبي واللي مصدر رزقه جيبي واللي ياما مدت له ايدي واللي خيري ضاع عليه فجأة لما الحظ جاله واما ربك يوم الدار عد ايدي الممدوداله اتخدعت بجد فيه عشت وهم اسمه الزمالة بس طلعت اشتغال الصحاب عايزين ازالة دغري من على وش الارض كل ما افتكر الحكاية واللي دار منكم معاي ببقى مستني النهاية اللي هتجمعنا ببعض الحوار مقفول معاكو ياللي بعتوا اللي اشتراك خدت ايه انا من وراكو غير ندالة انا صرخاك كنتوا لما بتحتاجوني قبل ما تقولوا تلاقون يعني اخرتها تبعون الف شكر على الاخلاص عشت علي بايدي فيكو روحي كانت على كفي ليك كنت على نفسي مبديكو وماشيكو بنية صافية عمري ما تصورت خالص انكم من صنف ناقص ده العتاب فيكم بنار بعدي عنكم دي حاجة كافية